السلام عليكم. اهتز القطاع التربوي بشرق الجزائر اليوم الأحد وفي أول أيام الدخول المدرسي على وقع فجعلي مراح ضحية ومشرفة تربوية، وحسب ما هو متداول في مواقع التواصل الاجتماعي وكذا صفحات إلكترونية ناشطة على الفيسبوك، فقد عثر اليوم الأحد على الأنسة قوريري عبلة وهي مشرفة تربوية كانت تعمل قيد حياتها بثانوية بوطبة بشير بعين فكرون، وهي جثة هامدة في الشقة التي تقطنها لوحدها بمدينة عين فكرون بأم البواقي. وتدخلت الحماية المدنية على جناح السرعة بعد تلقي نداء عبر الرقم الأخضر، أين تم الولوج إلى الشقة عن طريق الشرفة، حيث تفاجأ الأعوان بالعثور عليها جثة هامدة، أين تم نقلها لمصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي، فيما فتحت المصالح الأمنية تحقيقاتها في القضية، رحم الله الفقيدة وأسكنها فسيح جناتها.